بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المسلمون ولله الحمد يجتمعون في هذه الأيام وفي هذا المكان لعبادة ربهم سبحانه وتعالى. لا يسوقهم طمع دنيوي ولا يسوقهم سلطان بعصاه، وإنما يأتون رغبة ورهبة لله عز وجل. هذا من آيات الله، أن الله جل وعلا جعل في قلوبهم الحنين إلى هذه البقاع المشرفة، هذه المشاعر المباركة، وهذه المناسك التي هي من ميراث أبيهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. يحيون هذه السنة كل عام في هذا المكان. ما ساقهم طمع دنيوي ولا سلطة تخوفهم بسلطانها، وإنما رغبة تسوقهم إلى هذا العمل وإلى هذا المكان، تسوقهم إليه من مكان بعيد، كما قال الله سبحانه لخليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني ماشين على أقدامهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، على كل مركوب. والأصل في الضامر البعير الذي طال عليه السفر وضمر بطنه من قلة الأكل والشرب، ولأجل القوة على المسير. فهذا من آيات الله عز وجل. الآن الأجواء ممتلئة بالطائرات التي تحمل الحجيج، والبحار ممتلئة بالمراكب التي تحمل الحجيج، والبراري ممتلئة بالسيارات التي تحمل الحجيج. كلهم جاءوا لغاية واحدة، هي طاعة الله سبحانه وتعالى وإجابة دعوة الخليل: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فجاءوا يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك يعني إجابة لهذا النداء وهذا الأذان، هذا الأذان الذي أذن به إبراهيم. يأتون ملبين يجيبونه طاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا من آيات الله، كما قال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، للذي ببكة يعني مكة، والبيت هو الكعبة. لما أمر الله خليله إبراهيم وابنه إسماعيل فبنيا هذا البيت، واستمر ذلك من بعده إلى يوم القيامة، إلى آخر الدنيا. وهذا البيت قائم يحجه الناس
هو أول بيت، أول المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، أولها المسجد الحرام هو أول بيت، ثم من بعده المسجد الأقصى بناه إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم المسجد النبوي في المدينة بناه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مساجد الأنبياء الثلاثة التي يسافر إليها من أجل الصلاة فيها والاعتكاف فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، يعني لا يسافر من أجل العبادة في مكان من الأمكنة خاصة إلا هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وما عدا هذه الثلاثة فالمساجد سواء، المساجد سواء، لا ميزة لبعضها على بعض، بل قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالصلاة يصليها المسلمون إذا حضر وقتها في أي مكان، في بر أو في بحر أو في جو أو في أي مكان يصلونها على حسب استطاعتهم ومقدرتهم، كلهم يعبدون ربا واحدا لا إله إلا هو، ولا معبود بحق سواه. فإذا قلت لا معبود، لا يجوز أن تقول لا معبود إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، لكن تزيد عليها بحق: لا معبود بحق إلا الله. معبودات كثيرة لكن كلها معبودة بالباطل إلا الله جل وعلا، فإنه معبود بالحق، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وما عداه فعبادته باطلة. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا هو الدين الصحيح، وهو دين الأنبياء جميعا، كل الأنبياء على دين الإسلام، بمعنى الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وإن اختلفت شرائعهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكن كلهم في شرائعهم التي شرعها الله لهم يعبدون إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونسخ ما قبله، وصار هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله من أحد سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا نجاة ولا فوز ولا فلاح إلا بالتمسك بهذا الدين المحمدي، دين الإسلام خاتم الأديان. لا نجاة إلا بالتمسك به، وكل دين سواه فهو باطل. وإن زعم صاحبه أنه يعبد الله فإنه لا يعبد الله، وإنما يعبد الشيطان، لأن عبادته مخالفة لما شرعه الله سبحانه. الله شرع لنا هذا الدين المحمدي فقط،
لا نعبده بدين غير الدين المحمدي إلى أن تقوم الساعة. وهذا متقرر بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، إجماع المسلمين على هذا. لكن أهل الأديان اليهود والنصارى يقال لهم أهل الكتاب، أهل الكتاب، لأن عندهم التوراة والإنجيل فهم أهل الكتاب، وكان هذا الكتاب في وقته هو المعمول به إلى أن جاء القرآن الكريم، فصار العمل بالقرآن الكريم خاتم الكتب السماوية وأفضلها وأحسنها، كتاب الله القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل من الله بواسطة جبريل عليه السلام، تكلم الله به وحمله جبريل وألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد علمه لأمته، علمه لأمته، فهو الكتاب الوحيد. وما عداه من الكتب إما أنها باطلة وإما أنها حق لكنها منسوخة، انتهى وقتها، انتهى وقتها والعمل بها، فتوحد ذلك القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه، يعني ليس قبله كتاب يكذبه ولا من خلفه، يعني من بعده ليس بعده كتاب يكذبه، وإنما كل الكتب الإلهية كلها تصدق هذا القرآن. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، اسمه أحمد، هذا اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، اسمه أحمد ومحمد، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام. فالدين السماوي توحد في الدين المحمدي الذي هو المهيمن على الأديان التي قبله، وهو الكتاب الباقي إلى أن تقوم الساعة، لا يبدل ولا يغير، حفظه الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم تمتد إليه يد لأن تزيد فيه حرفا واحدا أو تنقص منه حرفا واحدا، لأن الله حافظه رغم الأعداء والمتربصين، فإنهم لا يقدرون أن يغيروا بهذا القرآن حرفا واحدا أبدا، ولا أن يزيدوا فيه ولا أن ينقصوا. وهذا من آيات الله عز وجل، مع عداوتهم للإسلام والقرآن لا يقدرون على أن يغيروا فيه حرفا واحدا، لأن الله حفظه وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السابقة فإن الله استحفظ عليها علماءهم فحرفوها وبدلوها وغيروها، أما هذا القرآن فلم يكل حفظه إلى أحد، وإنما تعهد الله بحفظه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من العاملين بهذا القرآن، المتمسكين به، العارفين بمعانيه ومطلوباته، المتفقهين فيه، لأن القرآن إلى جانبه السنة المحمدية التي تفسره وتوضحه وتدل عليه،
وهي الوحي الثاني من الله عز وجل. فالسنة النبوية وحي من الله، وهي الوحي الثاني بعد القرآن، وهي مفسرة للقرآن ومبينة للقرآن وموضحة لكتاب الله عز وجل. نسأل الله التوفيق للعمل بالكتاب والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. غفر الله لكم غسلت عباءة امرأة بالماء والصابون، صابون ذو ريحة، وذلك بسبب العرق، ولم يترك الصابون أثرا في العباءة. هل يجوز المرأة لبس هذه العباءة وهي في حال الإحرام؟ لا بأس بذلك، ما دام لم يبقى فيها رائحة الطيب زالت منها فلا بأس بلبسها. يجوز للمحرم رجلا أو امرأة أن يغسل ثيابه، أن يغسل ثياب الإحرام، وأن يغيرها إذا شاء بملابس أخرى، لا مانع من ذلك. نعم. قمت بعمل عمرة التمتع، وبعد العمرة وعند سؤال شخص عن ميعاد الإحرام قال بعد صلاة ممتد حتى صلاة العشاء، ولكن عرفت بعد ذلك أنها قبل صلاة الظهر. إيش يقول؟ يقول قمت بعمل عمرة التمتع، وبعد العمرة وعند السؤال شخص عن ميعاد الإحرام قال بعد صلاة ممتد حتى صلاة العشاء، ولكن عرفت بعد ذلك أنها قبل صلاة الظهر، ولكني أحرمت بعد صلاة الظهر. لا بأس بذلك، الأمر واسع بهذا. تحرم بالحج بعد العمرة مباشرة، تحرم بالحج بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، لا بأس بذلك. نعم. هل تجوز المظلة التي توضع على الرأس مع العلم أنها غير ملاصقة للرأس؟ لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم غربت له خيمة في نمرة، ودخل فيها واستظل بها، وظلل عليه وهو يرمي جمرة العقبة، ظلل عليه بثوب، فلا بأس بالظل المرتفع عن الرأس. نعم. بالنسبة للعقيقة، عندي بنت وأخويا عنده بنتان، ممكن نذبح بقرة كبيرة بدل من 3 خرفان، أو لازم خروف لكل بنت؟ ممكن نتشارك في بقرة مع بعض اللي 3 بنات؟ الإبل والبقر عن سبعة أشخاص، يذبح البعير عن 7، والبقرة تذبح عن 7 أيضا. ولو ذبحت كلها عن شخص واحد، ذبح البعير عن شخص واحد أو شخصين أو 3، لا بأس بذلك، أو البقرة كذلك، لا بأس. نعم. سماحة الشيخ، من المعلوم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعتين الأوليين ويخفف في الأخريين، والسؤال هل هذا في جميع الصلوات الفرض والنوافل، وهل هو في قراءة القرآن دون الركوع والسجود؟ ومن جعل في الركعتين الأوليين 6 تسبيحات وفي الأخريين 3، هل يكون أصاب السنة؟ التسبيح في الركوع والسجود الواجب مرة واحدة، وما زاد عليها فهو مستحب، إلى 3، إلى 10، إلى 100، لا مانع. نعم. فضيلة الشيخ، كنت قد نويت الحج هذا العام، والحمد لله وفقني الله للحج، ودفعت المبلغ المطلوب، وكان يوجد معي ما يكفيني للمصاريف، ولكن احتجت إلى مبلغ من المال لقضاء أمر ما بعدها، فاقترضته من زميل لي على أن أرده له مع راتب نفس الشهر هذا، بنفس الشهر هذا، وأستسمح للحج فسمح لي، فما الحكم؟ وتوفر لي المال لأن نزول الرواتب، هل أرده له الآن أم عند عودتي؟ إن كان هنا رددته له، إن كان الشخص موجودا هنا ودفعت له
نصيبة ولا نصيبة. وإن كان الشخص غائبا في البلد إذا رجعت إن شاء الله تدفع لها الدين الذي عليه، الأمر واسع. نعم. ما هي النواقض التي لا يراعى فيها توفر الشروط وانتفاء الموانع؟ إيش؟ ما هي النواقض التي لا يراعى فيها توفر الشروط وانتفاء الموانع؟ ما في نواقض لا يشترط فيها، لا يشترط فيها ما ذكرت. الجاهل لا يؤاخذ بكل النواقض، لا يؤاخذ الجاهل لا يؤاخذ، وكذلك الناسي لا يؤاخذ حتى يعرف ويتعلم. نعم. هل يجوز تقديم السعي على الطواف في نفس اليوم، اليوم النحر؟ لا، السعي بعد الطواف. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سعى إلا بعد الطواف، ولكنه سئل يوم العيد، سأله واحد ما قال سعيت، لم أشعر، سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. هذا خاص بيوم العيد، ما سئل في هذا اليوم كما في الحديث، ما سئل في هذا اليوم يعني يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. هل يجوز دفع ثمن الهدي اليوم من نقاط موبايلي أو إس تي سي؟ نعم. هل يجوز دفع ثمن الهدي اليوم من نقاط موبايلي أو إس تي سي؟ نقاط البيع. المال الذي حصلت عليه من طريق حلال تشتري به الهدي، ما في مانع. المال الذي حصلت عليه من طريق حلال، إما بيع وشراء وتجارة، وإما أحد أعطاك دفع لك مالا يعني أعانك به، لا بأس بذلك. نعم. زي بنك الإسلام يعني عند الشركات الاتصالات، المال الحلال لا بأس. نعم. هل يجوز طواف الإفاضة يوم الحادي عشر بعد صلاة الفجر؟ هل يجوز طواف الإفاضة يوم الحادي عشر بعد صلاة الفجر؟ يجوز في كل وقت والحمد لله، من ليل أو نهار. يا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار. نعم. يا شيخ، ما رأيك في من يصور بعض الأحداث كحادثة رافعة الحرم وبعض حوادث السيارات وما يقع من الحروب في بلاد المسلمين، وهل فعله حرام لا يجوز؟ الشيء الذي يروع الناس ويحدث الفتنة بينهم والعداوة لا يجوز نشره، ولا يجوز تصويره ولا نشره. نعم. ما الأعظم أجرا، هل طلب العلم أم بر الوالدين، علما بأن الأبوين هم من يحثون ابنهم على طلب العلم والصبر عليه؟ لا تمانع بين طلب العلم ورضا الوالدين، يجمع بينهما والحمد لله، ما بينهم تنافي. نعم. ما حكم أخذ المال عن حج البدن؟ لا بأس، لأنه يحتاج إلى نفقة، يأخذ ما يعطى، يأخذ ما يعطى ينفق منه، وإن بقي شيء يرده على صاحبه إلا إن كان أنه سمح له بذلك. نعم. هل هناك صلوات تطوع يوم التروية؟ يوم التروية وغيره سواء، تطوع هو هو، ما كان يفعله في غير يوم التروية من أنواع التطوع يفعله في يوم التروية. نعم. هل هناك أذكار خلف الصلوات في منى وعرفات؟ الواردة، الأذكار الواردة، تهليلات خصوصا بعد الفجر وبعد بعد المغرب عشر تهليلات، ثم يسبح الله، يكبر الله 33، ويحمد الله 33، ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، كل كلمة 33، هذه 99، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
أحسن الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثلاث كلمات كل واحدة 33، يجتمع منها 99، يكملها 100 بلا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم، هل الأفضل في الدعاء في عرفة الإكثار من لا إله إلا الله أم ذكر كل المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من هذا ويضيف إليه أدعية مشروعة أخرى لا بأس. نعم. كيف يوفق الواقف بعرفة بين الدعاء والإكثار من ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد؟ يقول لا إله إلا الله ويدعو الله ولا في ضيق، الحمد لله. نعم. وهل يجوز لمرافق الضعف أن يرمي الجمرة قبل الفجر؟ نعم، حكمهم إذا نزل ضعفه معهم حكمهم يرمي معهم. نعم. امرأة كبيرة طافت بعض الأشواط ثم أخذت استراحة وبعدها استأنفت طوافها، فهل عليها شيء؟ ليس عليها شيء ما دام كملت 7 أشواط، فليس عليها شيء، ولها أن ترتاح بين الأشواط إذا احتاجت للراحة. نعم. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، حججت في حجة سابقة فطفت بالبيت ثم تركت السعي إلى غد، فهل يضر الفصل بينهما؟ وماذا يجب علي إذا كان كذلك؟ لا، ما يمنع هذا، أنك تطوف أول النهار وتسعى آخر النهار، أو تطوف بالليل وتسعى في النهار، ما في مانع، ما يشترط الموالاة. نعم. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فهل الحسنة أو الصدقة فيه 100,000 حسنة أيضا؟ نرجو التوضيح والإفادة. ما ورد هذا إلا في الصلاة، ما ورد إلا في الصلاة. وعلى كل حال الأعمال الصالحة مضاعفة في الحرام، في الشهر الحرام وفي البلد الحرام تضاعف الأعمال. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، إذا شك إنسان في كونه جنبا فاغتسل احتياطا إذا كان مجنبا ثم بعد الغسل تيقن أنه جنب، هل يعيد الغسل أم لا؟ لا، ما دام اغتسل بنية الجنابة، تبين أنه على صواب أنه جنب فلا بأس، حصل المطلوب. نعم. وارتفع حدثه. نعم. أنا مقيم في المملكة بجدة، دخلت مكة بدون إحرام. إيه مخطئ، ليش تدخل بدون إحرام؟ كان أحرمت من جدة، من المكان الذي تحركت منه إلى مكة بقصد العمرة، تحرم من المكان من جدة، أخطأت في تأخير الإحرام إلى مكة. نعم. أحبك في الله، هل حلق اللحية في أشهر الحرم عليه شيء؟ محرم في الأشهر الحرم وفي غيره، لا يجوز حلق اللحى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرسلوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، كلها أوامر نبوية، فاطلبوا منا ألا نتعرض للحية بقص ولا بنتف ولا بحلق، بل نبقيها كما هي. نعم. كنت في من حجاج العام الماضي وأنا من أهل مكة، ولكنني لم أطف طواف الوداع حتى الآن، وخرجت من مكة لزيارة المسجد النبوي وعدت بعد يومين، هل علي شيء؟ إذا أنك بعد الحج قمت في مكة ليس عليك وداع، الوداع عند السفر، إذا أردت أن تسافر تطوف للوداع. لو أنك يوم أردت سافر إلى المدينة طفت للوداع لأنك حاج هذه السنة، كان ذلك في محله. نعم. أرجو النصيحة لي 4 زوجات، وقبل الزواج منهن دخلت في السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والآن في خلافات معهم كثيرة حتى ضاق صدري منهم وخوفي من لقاء ربي،
يجعلني أعاملهم بيسر، والآن لست قادر على العدل بينهم، فماذا أفعل؟ وما هي النصيحة؟ والآخرة أمام عيني وهي شغلي واهتمامي، وهل إن طلقت أحدا منهن بسبب عدم قدرتي على العدل وقع علي إثم؟ العدل الواجب في السكن وفي النفقة وفي الكسوة هذا، وفي المبيت، هذا العدل الواجب وهو الذي يقدر عليه الإنسان. أما العدل الذي لا يقدر عليه هو المحبة في القلب، هذه لا يؤاخذ عليها إذا أحب بعض نسائه أكثر من بعض. نعم. بعد التحلل الأصغر يوم العاشر من ذي الحجة بالرمي أو الحلق، هل يجوز البقاء بالإحرام لحين الانتهاء من الطواف؟ بعد التحلل الأصغر يوم العاشر من ذي الحجة بالرمي أو الحلق، هل يجوز بالرمي والحلق، هل يجوز البقاء بالإحرام لحين الانتهاء من الطواف الإفاضة، أي حتى تكمل التحلل، حتى نكمل التحلل الأكبر، أم لا بد من خلع الإحرام بعد التحلل الأصغر؟ تنوي التحلل وإنهاء العمرة ولو ما خلعت ملابس الإحرام، إذا خلعت ملابس الإحرام فهو أحسن وأتم. وأما إذا أنك نويت التحلل بعد أداء العمرة نويته، فلا حرج أنه تبقى عليك ملابس الإحرام وتنوي الحج من جديد. نعم. وهل يصح طواف الإفاضة ليلا؟ لا، يصح ليلا ونهارا، لا بأس. نعم. بارك الله فيك. هل من السنة الوقوف عند الصخرات؟ لا، قل صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة. الرسول يقول عرفة كلها موقف، ما هو خاص عند الصخرات ولا عند الجبل، ما هو خاص. نعم. سماحة الشيخ، تعلمون مشكلة الحجوزات الصعبة، فأنا رحلتي إلى بلدي يوم 12، وهل يجوز لي أن أرمي قبل الزوال ثم أطوف؟ لا يجوز لك ذلك، قبل الزوال ما يجوز، في أيام التشريق ما يكون الرمي إلا بعد الزوال. نعم. رجل دخل عرفة ولم يحرم ثم أحرم من هناك، فما حكمه؟ يحرم من عرفة لا بس. نعم. عندنا تصرف الرواتب شيكات، وهذه الشيكات تصرف في بنك الربوي، هل يجوز لي أن أسحب مستحقاتي من هذا البنك؟ أن تأخذ حقك، ما تأخذ ربا لا بس، تأخذ حقك ولا عليك إن شاء الله. نعم. هل هناك أذكار لنوم الليل خاصة وأذكار النوم للنهار خاصة؟ النهار نوم النهار ليس له أذكار فيما أعلم، إما نوم الليل إذا أردت أن تنام تقرأ آية الكرسي، تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين. نعم. تنام. نعم. لقد نويت الحج لجدتي أخت جدي حج مفرد، وأنا هنا مقيم في السعودية، وقد حلقت عانتي وإبطي قبل العشر، فهل هناك هنا شيء خطأ؟ أرشدني إلى الصواب كي يكون حجي صحيا كاملا. إيش؟ يقول لقد نويت الحج لجدتي أخت جدي وحج مفرد، وأنا جدته أخت جده ما أدري. نعم. هذا كذا يقول حج مفرد، وأنا هنا مقيم في السعودية، وقد حلقت عانتي وإبطي قبل العشر، فهل هناك شيء خطأ؟ أرشدني إلى الصواب لكي يكون هذا قبل الإحرام ما في بس، وفي العشر وفي غيرها. نعم. ما هو أفضل دعاء لرمي الجمرات الصغرى والوسطى؟ ما هو أفضل دعاء في رمي الجمرات الصغرى والوسطى؟ الرمي ما فيه دعاء، فيه تكبير، يكبر مع كل حصاد. الدعاء بعد ما يفرغ من الصغرى ويتعداها قليلا يقف يدعو، وكذلك الوسطى إذا رماها تعداها قليلا نحو جمرة العقبة يقف يدعو، ثم يرمي جمرة العقبة وينصرف ولا يدعو بعدها. نعم. ما هو أفضل ما يقال في الطواف بالكعبة؟ ما هو أفضل ما يقال في الطواف بالكعبة؟
لم يحدد دعاء في الطواف إلا ما ورد من أنه يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار، ويكبر إذا حال الحجر يشير إليها أو يستلمه ويكبر عنده. نعم. ما هو حكم المبيت بمزدلفة، وهل يجوز التعجيل بالرحيل إلى ميناء؟ كيف؟ ما هو حكم المبيت بمزدلفة؟ المبيت بمزدلفة بعد عرفة، بعد ما تنزل من عرفة يجب المبيت بمزدلفة لمن قدر عليه، لأنه واجب من واجبات الحج. نعم. وهل يجوز التعجيل بالرحيل إلى ميناء؟ إلى بعد نصف الليل، بعد ما ينتصف الليل، لمن جاء مزدلفة قبل منتصف الليل. أما من جاء بعد منتصف الليل فإنه يبقى فيها إلى أن يصلي الفجر. نعم. ما هو حكم السعي بين الصفا والمروة للمتمتع بعد طواف الإفاضة، وماذا يجب عمن تركه جهلا؟ ماذا يجب عمن تركه جهلا؟ لا قبل. ما هو حكم السعي بين الصفا والمروة للمتمتع بعد طواف الإفاضة، وماذا يجب على من تركه؟ ركن السعي للمتمتع، السعي للمتمتع ركن في الحج والعمرة، في العمرة وفي الحج ركن. نعم. نفعنا الله بعلمكم، أفيدونا، رجل دخل مكة بنية الحج مفردا ولكنه تجاوز الميقات بدون إحرام لأنه دخل قبل موعد الحج بفترة كبيرة تتجاوز 20 يوما، وقبل الحج بأسبوع غير نيته وقام بعمل عمره وصار متمتعا وقد أحرم للعمرة من التنعيم، فما عليه؟ أحرم بالعمرة من الميقات. يقول دخل مكة بنية الحج مفردا، دخل بدون، ثم تجاوز الميقات بدون إحرام لأنه دخل قبل موعد الحج بفترة كبيرة تتجاوز 20 يوما، وقبل الحج بأسبوع غير نيته وقام بعمل عمره وصار متمتعا وقد أحرم للعمرة من التنعيم، أما عليه؟ اللي يريد الحج أو العمرة ما يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، إلا وهو محرم، ولو كان في وقت متقدم، ما دام أنه جاي للحج أو للعمرة ومر بالميقات يحرم منه، فإذا وصل إلى البيت يطوف ويسعى ويقصر من رأسه يجعلها عمرة وينتظر لما يأتي الحج مثل اليوم هذا يوم التربة ويحرم بالحج. نعم، يكون متمتع. سقط مني شعرة، هل علي شيء؟ لا، ما عليك شيء، لكن إن كنت متعمد فإنك تأثم، وإذا لم تتعمد فليس عليك شيء. نعم. أنا دخلت مكة بالمخيط وصمت 3 أيام، هل هي كفارة للدم أو لازم دفع الدم؟ دخلت، أنا دخلت مكة بالمخيط، يعني لم يخلع المخيط وناوينا الإحرام عليه ثيابه، ها؟ وصمت 3 أيام، هل هي كفارة للدم أو لازم دفع الدم؟ إذا قدرت على دفع الدم عندك دراهم ولا بد من دفع لازم من دفع الدم ولا يجزي الصيام. نعم. الإحرام من داخل مكة عليه دم والإطعام، وإلا أطعام 6 مساكين. الإحرام من داخل مكة؟ إيه. وش قصده؟ محرم بحج ولا بعمرة؟ يعني إحرام داخل مكة؟ إيه، بعمرة ولا بحج؟ مالك شيء. حج ما في مانع يحرم من داخل مكة، لكن العمرة لا بد يحرم منها، يحرم من الحل خارج الحرم، من التنعيم، من الجعرانة، من الشميسي. نعم. ما حكم التعجيل بالمبيت في مزدلفة إذا كان حال بينك وبين المبيت في ميناء؟ هل يجوز المبيت في مزدلفة أو التعجيل إلى عرفة؟ إيش؟ الليلة، هذه الليلة. ما حكم التعجيل بالمبيت في مزدلفة إذا كان حال بينك وبين المبيت في ميناء؟ هل يجوز المبيت في مزدلفة أو التعجيل إلى عرفة؟ جائز، إن رأيت
تبيت هنا أو في مزدلفة تبيت بالمكان اللي تريد، والصباح تذهب إلى عرفة. نعم. دخلت مكة بغير محرم وعملت عمرة وفدوت للعمرة وحج وحج إن شاء الله. الحج لابد من فدو له. ودخلت مكة غير محرم وعملت عمرة وفدوت للعمرة فدوت للعمرة يمكن عشان دخل غير محرم. يوم دخل غير محرم يعني عن الدخول من غير إحرام قدم الفدية. وسأحج إن شاء الله. هل الحج لا بد له من فدو؟ اي نعم، الحج لازم إذا كان متمتع أو قارن لابد من الفدية نسك. نعم. ما كيفية رمي الجمرات؟ هل نجعل منى على اليمين عند الدعاء أم على اليسار؟ اللي تيسر لك، هذا وقت زحام ما حصل لك يعني تعمل السنن بالرمي، لكن اللي تيسر لك الحمد لله. نعم. حجاج ركبوا بطائرة من الرياض البارحة الساعة 1:30 واتجهوا لجدة ثم اعتمروا، وبعد العمرة ذهبوا لمخيمهم في منى ووصلوا الساعة 11 قبل الظهر يوم التروية، فأفتاهم أحد المشايخ بجمع الظهر والعصر مع القصر رفقا بهم لتعبهم، هل هذه العلة مبيحة للجمع علما بأنهم مسافرون من الرياض للحج؟ أن النازل يقصر ولا يجمع، المسافر إذا نزل يجمع يقصر الرباعية ولا يجمع لأنه نازل ما حاجة إلى الجمع، هذا هو السنة. نعم. ما حكم دفع الهدي قبل يوم العيد من النقاط المنتشرة؟ ما حكم دفع الهدي قبل يوم العيد من النقاط المنتشرة في مينة؟ ما النقاط المنتشرة؟ حقة البنك. البنك حقة البنك الهدي سندات الهدي ما يدفع قيمة الهدي إلا لجهة معتمدة مثل البنك المعتمد لاستقبال قيم الهدي وذبحها بالوكالة عن أصحابها المعتمد، أما الغير المعتمد لا. نعم. هل يمكن تقديم لحم العقيقة ني للعامة أم يجب طبخه وتقديمه لهم؟ كله جائز إن طبخته ووزعته، وإن وزعته هني لا بأس، هم يطبخونه. نعم. أنا مقيم في المملكة بجدة، دخلت مكة بدون إحرام مع العلم أن لي سكن في مكة حق الشركة. ما دام أنك ماشي من جدة تريد الحج أو العمرة تحرم من جدة، هي ميقات من حيث أنشأ، يقول صلى الله عليه وسلم من كان دون ذلك يعني دون المواقيت فمن حيث أنشأ يعني من حيث نوى، وأنت نويت من جدة تحرم من جدة. نعم. هل هناك قيام الليل في ليلة العيدين؟ لا، خلاف السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قام ليلتي العيدين. نعم. هناك أماكن في منى من المتشابه في منى، فهل تعد من منى؟ يا أخي منى لا حدود وعلى علامات واضحة تعرفها. نعم. إذا ما وجدت من يحج عن قريبي إلا من يأخذ أي أجرة على ذلك وهم من أهل الصلاح، فهل يجوز لي أن أوكلهم؟ إذا أخذها على أنها أجرة فلا توكله، الحج ما يؤخذ عليه أجرة، يؤخذ عليه نفقة لا بأس. ما إذا قال أنها أجرة، ما أحج عنك إلا بأجرة أو عن والد بأجرة لا تعطيه. نعم. شيخنا حفظكم الله، هل نكرر الدعاء الوارد بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ طيب كرر ما في مانع. هل يشرع تطويل الدعاء في الصفا والمروة السعي؟ قدر ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوات الرسول على الصفا والمروة تحفظها وتقولها وتمشي. نعم. هل يجوز لمن عنده ألم في الساق
أن يجعل عليه ضمادا وهو محرم؟ إذا كان يحتاج إليه لا بأس. نعم. حكم الإحرام من مكة، الإحرام من مكة بالحج لا بأس، أما بالعمرة لا، ما يحرم بها من مكة، لازم من الحلم. نعم. لو المبلغ مقصر ولا يستطيع دفع الهدي يصوم، يصوم 10 أيام. نعم. أحسن الله إليكم، الوقوف بعرفة هل يجب عليه الخروج بعد الغروب؟ وإذا خرجت قبل الغروب هل علي شيء؟ لا يجوز تخرج قبل الغروب، من وقف في النهار فإنه يبقى إلى الغروب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دفع قبل الغروب يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. نعم. أنا مقيم في الباحة ودخلت مكة البارحة وأحرمت من مكة، هل علي شيء؟ إذا كنت قدمت من الباحة تريد الحج تحرم من ميقات الباحة من السير الكبير، وإن جئت عن طريق الساحل تحرم من يلملم إذا حاذيت يلملم ميقات أهل اليمن. نعم. دخلت من الطائف لمكة بدون إحرام، بدون أن أحرم، مع أني نويت الحج، وبعد الدخول أحرمت من التنعيم. لا، ما يجوز لك هذا، إذا تحركت من الطائف تريد الحج أو العمرة تحرم من السيل، السيل الكبير والميقات ولا تعداه. نعم. متى يكون رمي جمرة العقبة لمن دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ السنة أن يكون بعد ارتفاع الشمس، وإذا رمى في الليل بعد وصوله إلى مزدلفة فلا بأس، إذا جاز له الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل يجوز له إنه يطوف ويسعى ويرمي ويحلق. نعم. كيف يكون رمي الجمرات لنفس الشخص والشخص الموكل له؟ هل يكون في نفس الوقت أم ينهي الأول ويبدأ الثاني؟ إذا وقف عند الجمرة الصغرى يرميها عن نفسه أول 7 حصيات، ثم يرميها عن موكله 7 حصيات أخرى، ثم الوسطى كذلك، ثم الكبرى كذلك. نعم. دخلت مكة بدون إحرام وليس معي مال للفدية، هل هناك أي حال آخر؟ نويت الحج وليس للعمرة. إذا عجزت عن الهدي فإنك المفرد ما عليه هدي، أما الهدي على القارن والمتمتع، إذا عجزت عنه ما معك قيمة له تصوم 10 أيام. نعم. ودخوله يا شيخ بدون إحرام؟ ها؟ دخوله بدون إحرام؟ دخوله بدون إحرام هذا يجب عليه فدية جبران، فدية جبران هذه ما يبنسه. نعم. متى تبتدأ صيام، متى تبتدأ الصيام، أيام الصيام في الفدية؟ تبتدي في أيام الحج إن كان قبل عرفة هذا هو الأفضل، وإلا صومها أيام التشريق، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن